ممكن الذهاب نحو فعلا إطار تنسيقي مدني بمعنى خالي من التنظيمات المسلحة التي أثارت شكوك وأثارت يعني إذا جاز تعبير احتجاجات من قبل قوى إقليمية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن بعض هذه القيادات خاضع لعقوبات صادرة من الإدارة الأمريكية واتهامهم بالإرهاب. وأيضا لا ننسى أن هناك وزيرين، يعني وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التعليم العالي، أيضا نفس المنظمة أو التنظيمات اللي ترتبط بها أو يرتبط بها الوزيرين عليها أيضا شبهات من وجهة نظر أمريكية طبعا، شبهات إرهاب. طبعا ماذا ما يثير مشكلة كبيرة سواء في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي للحكومة العراقية وأيضا للاتحاد الأوروبي والدول عموما اللي تتمتع بعلاقات طيبة مع العراق، خصوصا التي عملت ضمن إطار التحالف الدولي للحرب على الإرهاب كحلف شمال الأطلسي وبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وغيرها من الدول اللي ساهمت ب يعني تطهير العراق بجانب القوات المسلحة العراقية طبعا والشباب العراقي اللي انضم إلى تنظيمات جهادية من تطهير البلد من هذا التنظيم الإرهابي، وما زال هناك بؤر. إذن هو محاولة ل يعني إصلاح أو تغيير الصورة أو الواجهة للإطار التنسيقي، لكن في النهاية أنا أعتقد هي إضافة لهذه المشكلة، مشكلة التنظيمات المسلحة، هناك مشكلة المواقف وأيضا مشكلة التحالفات. يعني لا ننسى الإطار التنسيقي أحزابه بصورة عامة المدنية منها نتحدث على سبيل المثال ترتبط بتحالفات وثيقة مع قوم، مع إيران، مع كعلاقات من وجهة نظرهم طبيعية، لكن هي تحالفات من وجهة نظر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز الخطوط الحمراء. يعني نتذكر تماما عندما كان هناك مشكلة على صعيد الإطار وتشكيل الحكومة، جاء الجنرال قاآني إلى بغداد واجتمع بالقيادات ومع فتوى من الإمام خامنئي، وعبر هذه الفتوى والفتوى نفسها نفذت قيادات الإطار ما طلب منها الإمام خامنئي. إذن هذه القوى مدنية كانت أم عسكرية، هي ترتبط أما عبر التقليد المذهبي مع الإمام خامنئي أو عبر الوثائق السياسية والعسكرية مع الحرس الثوري الإيراني وأيضا مع الإمام.